سنين ست سنين تجرح في الأرياف، هزينا المدرسة العمومية على كتافنا، كنا ناخذوا 90 دينار 100 دينار في النخل تذكرت علينا اللي هو لين هنا هابط في الرايد الرسمي، معناها عطاتنا سيفة هجينة، سيفة ما فماش في القطاع الأساسي اللي هي مكلف عون مكلف بالتدريس. يا أخي احنا شكون نعملوا؟ اش كانت لين هنا شكون نعملوا احنا؟ ما عون مكلف بالتدريس معناها؟ ما فماش هذايا اتفاقية قائمة بالرايد الرسمي، قانون ما محطوط في الرايد الرسمي، عندنا وصل ادماج من 2018 تسوية وظيفية، معناها انت دافي 2018 دفعة 22 نواب 22 طبقوا منها اتفاقية دفعة 20 سيي خدموا انت تبوهم بصفة عون وقتي، دفعة 22 21 انت تبوها بصفة عون وقتي، واحنا الدفعة تنكرت لنا هنا لوعودها كل شيء، معناها مطالبين بإلغاء صفة العون الوقتي، انتداب نواب دفعة 22 بصفة أستاذ مدارس ابتدائي متربص، معناها هذيك لا تراجع لا استسلام، هذا حقنا 7 سنين تعذبنا في الأرياف، تعذبنا في الأرياف، معناها نجحنا سنين، نجحنا معناها أعوام وأعوام دراسة معناها كل شيء، في الآخر تنكرت لنا، ما مروحين كان بالتسوية متاعنا، ما مروحين كان بالانتداب متاعنا. نبينا نداء جامعاتنا الآن، على خاطر ما جتش حتى استجواب من وزير التربية، اللي هو ناحية المليان، دفعة علوم التربية الأولى والثانية 21 و22، نواب خرج الاتفاقية، دفعة 22 الأعوان الوقتيين والمعترضين. نحن اليوم جينا باش نحبسوا هذه المسرحية من سيد الوزير، باش يقولوا لي يزي ما خدمنا بلاش، اليوم حقوق كيما أعطينا واجباتنا ناخذوا حقوقنا. صحيح نحن مش عاملين مزية على تويز، لكن عاملين مزية على وزارة التربية، يزي. وقتاش؟ نحن اليوم لبينا نداء جامعتنا العامة خاطر ما لقينا حتى حل مع وزارة التربية، وكلنا نواب خارج اتفاقية، نواب اللي في الدفعة 22 و21 أعوان الوقتيين والكل علوم تربية، إذا نبحث على حل جذري مع الوزارة أنها تسوي لنا وضعيتنا، تسوي لنا وضعيتنا خاصة المظلمة الكبيرة نتاع نواب خارج اتفاقية. رانا لقينا رواحنا السنة مستثنين، ما عندنا حتى حل، 10 سنين نخدموا بلاش لتوا نخلص نحنا لتوا فلوس عمناون ولد عمناون ناخذينهم. حين الفترات الانتداب وحل قاعدة البيانات بربو ادماج اللي خارج الباز، راهو مظلمة، راهي مظلمة كبيرة. النواب خارج الاتفاقية والخارج الباز بربي يشوفوا لنا حل مع وزارة التربية. راهو ما لقينا حتى حل، شنو نعملوا نحن في بلادنا؟ بلادنا راهو عندنا الحق باش نخدموا. عبد الرزاق عايدي معلم ومنسق وطني لألف جماعة ألف ثلاثة اللي يخدموا 25 ساعة، وكذلك الأعوان الوقتيين من دفعة 18 حتى دفعة 22، وكذلك اليوم حضورنا جينا لهنا لتنفيذ وقفة احتجاجية بعد دعوة مدعت لها الجامعة العامة، بعد كذلك بعد تنفيذ وقفات احتجاجية في جميع المندوبيات، اليوم جينا لهنا لوزارة التربية من أجل هذا، من أجل المطالبة بتسوية وضعية ألف ثلاثة زملائنا ألف ثلاثة اللي هم يخدموا 25 ساعة ويخلصوا أقل فلوس ويخدموا 25 ساعة باش ينظروهم بزملائنا في التعليم الثانوي، ونطالبوا بإنجاز 18 ساعة أكاهو. كذلك المطالبة بترسيمنا اللي هي دفعة 18 اليوم 5 سنين نخدموا، دفعة 19 4 سنين، دفعة معناها الدفعات الكل تعاني المر، تعاني الويلات معناها، واليوم تعاني التهميش. اليوم كي نشوفوا انه باش تصلح منظومه وانت ما عندك حتى شيء لتسويه وضعيه النواب اليوم خارج الاتفاقيه، معناها زملائنا يعانوا وما خلصوش لحد الان، كذلك زملائنا في علوم التربيه وسنت لها بقانون وانزلته في رايد رسمي، اليوم ما عندهم حتى شيء، ما عندهم حتى صفه، واليوم فما صفه هجينه اللي هي عون مكلف بالتدريس. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ هذا مخالف القانون الاساسي نتاع القطاع، و كذلك احنا معناها لا تروى يلزم تنظيرنا، معناها يلزمنا نخدموا 18 ساعة وتنظيرنا بزملائنا في التعليم الثانوي، وهمش خير منا. اليوم قرينا خريجين جامعات تونسية، ماناش خريجين جامعات جينا من الصومال ولا من ما نعرفش منين، احنا ولاد تونس حبوا تسوية وضعيتنا، وكذلك تكافأ الفرص، وكذلك تنظيرنا هذا مطلب لا رجعة فيه، توا كذلك ترسيمنا
ترسيمنا ترسيم 18 و19 و20 و21 و22 هذايا لن نتنازل عنه، سنواصل النضال وسنواصل الكفاح من اجل حقنا، من اجل حقنا المهدور، من اجل حقنا المغتصب من وزارة التربية، كلفنا ذلك ما كلفنا، سنواصل النضال. وشكرا لهذا الجمهور، لهذا الشعب، للمربي الجليل الذي جاء من كل أقصى الجمهورية من أجل المطالبة بحقه. وشكرا لكم وشكرا لهذا الحضور، وسنواصل النضال.